السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا ألسنتنا ترطب بذكر الله، وأبداننا تقوى بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، والخطايا تحط بذكر الله، والشياطين تنخنس إذا ذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والسكينة كذلك تتنزل، والرحمات درجات ترتفع، وصحائف تنور، كل ذلك بذكر الله. وأجل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، وكذلك تطيب نفوسنا بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وحفظهن. نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين اللهم آمين، وأن ينتقم من كل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا يا رب العالمين. يسأل عن حكم حلق بين الحاجبين للرجل، ابتعد عن ذلك بارك الله فيك، فمن حام حول الحمى يوشك أن يوقع. فالنساء اللواتي هن محل للتزين لعنت النامصة منهن، والنمص إزالة شعر الحاجب، وألحق به العلماء ما بين الحاجبين. هل يجوز مس المصحف دون وضوء؟ نعم يجوز، وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ الذي عند الله والمطهرون الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث ضعيف. هل من الممكن أن يصوم للأب أحد من الجيران حتى يقضى الصيام الذي عليه؟ لم يرد ذلك، ولا غاية ما ورد من صام، عفوا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ما المغافير التي ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المغافير طعام ذو رائحة كريهة على ما فهم. ماذا نفعل ونحن ما في هذا الاستضعاف لنصرة هذا الدين؟ الحمد لله، نحن نأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، نعلم أن القوي القادر هو الله، فإن خذلنا أقوام فالله نعم المولى ونعم النصير. فعلينا بالقنوت في دعائنا على أهل الإجرام وأهل الظلم الذين يريدون بالإسلام وأهله سوءا. وقد حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة، أو حدثت في زمانه حادثة، وهي أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نريد معنا من يعلمنا القرآن من أصحابك، بارك الله فيكم، قالوا: نريد من يعلمنا القرآن من أصحابك يا رسول الله. فبعث معهم 70 من القراء من أفاضل الصحابة، كانوا يحتطبون بالنهار ويقومون الليل، فلما تمكنوا منهم قتلوهم وغدروا بهم، فنزل فيهم قرآن يتلى: ألا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، إلى أن نسخ تلاوة وبقي حكما. فقنت النبي 40 يوما، وفي رواية شهرا، يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. فعلينا بالقنوت في صلواتنا على هؤلاء المجرمين،
الذين قتلوا المصلين. من قال لزوجته كل ما تحرمي علي، كل ما تحلي تحرمي، يكفر كفارة يمين وانتهى أمره. هل يجوز تصوير المقابر لمعرفة المكان؟ لا بأس لهذه العلة. بسم الله. هل يجوز تصوير ما الجراد الحلال أكله؟ هو الجراد المعلوم لدى الناس، ندعو لهم في صلاتنا أن يرحمهم الله، ولعل الله سبحانه وتعالى اختار لهم عندهم منزلة عالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خبر الثلاثة الذين أرسلهم قادة في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، قال عليه الصلاة والسلام: وما يسرهم أنهم عندنا، أو ما يسرنا أنهم عندنا، يعني للدرجات العلى التي وصلوا إليها. هل إذا تزوجت الثيب بغير ولي لأنهم رفضوا زواجها تأثم؟ إذا رفضوا زواجها تماما وأعضلوها زوجها المأذون. هل يجوز الدعاء لشخص بالذرية حتى لو وصل عمره 50 سنة؟ يجوز ولا بأس بذلك. هل توجد سيئات تمحو الحسنات أو تحبط الأعمال؟ الشرك والرياء، عياذا بالله، الشرك والرياء عياذا بالله يبطلان الأعمال. أعمل في وظيفة مدرس جامعي، هل يجوز تغيير المهنة في البطاقة من أجل الحج؟ إن شاء الله يجوز ذلك. لعبة الببجي لا تجوز لما تجره من شر وفساد. هل يشعر الميت بالأحياء؟ ليس على ذلك دليل صريح إلا فور الوفاة عند السؤال، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. حديثي: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا قال عمرو بن العاص لأهله: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. حكم لبس دبلة فضة للرجال للزينة، لا بأس بذلك إذا كانت للزينة ليست كعلامة زواج. هل تجوز تهنئة الزوجة بيوم ميلادها؟ أجبنا مرارا أن أعياد الميلاد بدعة دخيلة علينا في ديننا. حكم قراءة القرآن، عفوا، على الصوت، كيف أستحل ممن ظلمته أو اغتبته؟ إن استطعت أن تأخذ منه عفوا صريحا فعلت، وإلا فأكثر من الدعاء له. بارك الله فيك. بسم الله. حكم اقتناء العظام البشرية للدراسة، لا بأس بذلك. هل يجوز عمل شهادات ادخار لبناتي ببنك إسلامي؟ لا يجوز ذلك، والبنوك كلها أمرها واحد. ما هي أسباب عدم التوفيق بالرغم من الأخذ بالأسباب؟ اسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله التوفيق دائما. بارك الله فيك. حديث الأمراء من قريش ماذا عنه؟
حديث متواتر، الأئمة من قريش ليس الأمراء. فهناك فارق بين الإمام الأعظم للمسلمين الذي يحكم بلاد المسلمين كلها وبين الأمير المؤمر على مصر من الأمصار من قبل الإمام الأعظم. فالإمام الأعظم تشترط فيه القرشية، أما من دون ذلك من الأمراء فالنبي يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فاستعمل تعني أن الإمام الأعظم استعمله. معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهلناه لمن يريد فهمه ولمن يريد حفظه وتلاوته. هل نزول الدم بسبب جرح أو بسبب بواسير ينقض الوضوء؟ أما الجرح لا ينقض، أما الدم من الدبر فالأحوط والألزم الأحوط والأخرج من الخلاف أن تتوضأ إذا نزل منك، إلا إذا كان سلسا مستمرا فتكون آنذاك مضطرا، المضطر له أحكام خاصة، حكم يسمى المواسم، وشراء الأب لابنته المتزوجة بعض الخزين. إن سألت هل وردت في ديننا، لم ترد في ديننا. إن سألت عن الجواز يجوز، لكن لا تتحرى أياما معينة. شخص أقرضته مالا ولم يريد إرجاعه فليجوز لي أن أخذه بالحيلة؟ نعم يجوز. حكم ضرب الزوجة ضربا مبرحا لا يجوز. حكم خروج حالة من المستشفى لعدم القدرة على الدفع، مع العلم أن هذا قد يترتب على وفاته لعدم توافر مكان في المجان. هل يأثم صاحب المستشفى الخاص؟ أما عن صاحب المستشفى الخاص فلا يأثم، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتق الله ما استطعت. بنت ترفض كل الرجال الذين تقدموا لها للزواج وتتحجج بأسباب غير جدية، لا يجوز إجبارها على الزواج. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. ما علاج الجن العاشق؟ اقرأ المعوذات واذكر الله. الصوت ما زال يتقطع. يقول حكم قول بسم الله قبل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، لم يرد. حكم عمل عرائس من خرز للزينة، إذا كانت للأطفال فلا بأس. الأفضل للمبتدئ تفسير ابن كثير أم السعدي أم البداية والنهاية أم الرحيق المختوم؟ مبتدئ تفسير السعدي سهل، وإن كان تفسير ابن كثير أفضل بلا شك في استدلالاته بالحديث، ولو أخذت تفسير ابن كثير المختصر لكان أفضل. يسأل عن البداية والنهاية والرحيق المختوم، في الأفضل في الإجمال مع ما فيه من خلل الرحيق المختوم. حكما لم يستطع أن يغتسل للفجر إلا وقت الصبح وهو مستيقظ وقت صلاة الفجر، إذا لم يستطع وعاجز والوقت سيضيع يتيمم ويصلي وبعد ذلك يغتسل. هل يجوز إعطاء راتب شهري لإمام معين من الأوقاف نظير انتقالاته والمحاضرات تكون من أموال الصدقات؟ ماذا تقصد بالصدقات؟ هل تقصد الزكوات أم تقصد الصدقات التطوعية؟ الصدقات التطوعية لا بأس، الزكوات لها مصاريفها المعروفة. هل تجوز الصلاة في الأتوبيس أثناء السفر للمرأة؟ إذا كانت صلاة نافلة جازت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، أما الفريضة فلا.
تريد الإجهاض في شهرها الأول لعدم قدرتها على المسؤولية. أجبت بالكراهة الشديدة: لو أنا الطبيبة هل أخرج نفسي من الحرج؟ نعم، أخرجي نفسك من الحرج. لو أنت طبيبة لا تتدخلي في هذه المسائل، تكوني طبيبة راقية، والحمد لله ليست يدك ملوثة بعمليات الإجهاضات التي لن تستفيدي منها إلا المال القليل وعرض زائل. زوجها يعمل في وظيفة تفرض عليه حلق اللحية، هل عليه إثم؟ مضطر. حديث أسفر بالصبح فإنه أعظم للأجر ثابت صحيح. عندي 3 بنات أريد عمل عقيقة عنهن وأذبح عجل بقر بنية العقيقة وشكر النعمة، لا بأس بذلك. ما حكم نزول سائل الأبيض من المرأة؟ أي سائل هذا؟ حدد ماهيته. إن كانت إفرازات كالتي تنزل على الحوامل فتلك فيها اختلاف بين العلماء، أختار الرأي القائل بأنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل. هل يجوز فتح حساب جاري مع العلم أن الحساب الجاري ليس فيه فوائد؟ إن دفعتك الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ما حكم الزوجة التي لا تذهب إلى بيت زوجها أهل زوجها لتفادي المشاكل؟ إذا كانت تتفادى المشاكل فلا بأس. ما صحة قول النبي عقب الوقوف من الركوع ربنا ولك الحمد 20 مرة؟ لا يصح هذا. ما حكم الشقة الثانية المستأجرة؟ هل الزكاة على الإيجار أم على الشقة نفسها كل عام؟ ليس على الشقة وليس على الإيجار إلا إذا اجتمع معك من الإيجار مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. الإمام يسلم قبل أن أتمم التشهد في الصلاة، هل أسلم أم أتمم التشهد؟ بارك الله فيك وفيك، بارك الله. أتمم التشهد بسرعة. حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يصح. حديث لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لـ90 داء أقلها الهم، لا يثبت ولا يصح. قولنا في الذي حدث في نيوزيلندا إجرام من أهل الكفر، وليس بغريب هذا على أهل الكفر، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن عزاؤنا أن والحمد لله مسلمون، وأن الله سبحانه وتعالى لعله اتخذهم شهداء. فنسأل الله أن ينتقلوا من دار الكد والمشقة والكبد إلى دار النعيم المقيم، اللهم أمين. ونسأل الله أن ينتقم من كل من فعل بهم ذلك ومن وازروه على ذلك. الصاحب المستشفى هل صاحب المستشفى لا يأثم مع علم أن الحالة قد تموت لفصلها من الأجهزة الطبية لعدم القدرة على الدفع؟ لا، الحالات تختلف، يعني هناك مثلا حالات الموت الدماغي هي فقط على الأجهزة. كل الأطباء الذين سألناهم يقولون لا تشفى، إنما هي تعتبر ميتة، فإذا بقيت الأجهزة دفع للمال مستمر، وإذا رفعت الأجهزة فلن يموت ناقص أجلا. في بلادنا كلما تحدثنا عن خروج المرأة للعمل خارج البيت يقولون إن منها خديجة كانت تاجرة، يعني خديجة كانت تمشي في الأسواق. إذن بعد زوجها برسول الله وبعد أن أسلمت شخص كلامه غير صحيح. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، لفظة أبدا لا أعرفها في الخبر. ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر كمسجد الحسين؟ الحسين لم يدفن في مصر، حسين قتل في العراق ودفن هنالك. حديث من بدل دينه فاقتلوه لا يصح، من بدل دينه فاقتلوه ثابت صحيح، ثابت صحيح وله شواهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما حكم خروج الريح عند مريض القولون وهو يستمع لخطبة الجمعة؟ نقض وضوءه، فإذا جاء وقت الصلاة قام وتوضأ وصلى. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أليس سيدنا محمد معصوما؟ قد تصدر منه أمور تصدر من سائر البشر، ولكن كما هو معلوم أن الأنبياء قد يجتهدون في مسائل ويخطئوا فيها لتعليم أممهم. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال تعالى في كتابه الكريم: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. والنصوص في هذا كثيرة. يجوز رفض الزواج من زوج أصغر منها. السيدة خديجة تزوجت رسول الله وأصغر منها بسنوات كثيرة. هل يجب علينا البدء بالسلام قبل السؤال؟ هذا المستحب، حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. لا جمعة على المسافر؟ نعم، لا تجب الجمعة على المسافر. حكم قراءة الفاتحة للميت؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الصلاة جمع تقديم قبل السفر؟ جمع الصلاة جمع تقديم قبل السفر. وصل قبل انتهاء وقت الصلاة الثانية، هل يصليها مرة أخرى؟ لا، يعني قبل السفر وهو راجع، تقصد الرجوع، لا يصليها مرة أخرى إذا وصل. هل يجوز إخراج زكاة المال مقدما ومقسمة على سنة قبل ميعاد استحقاقها؟ يجوز، واستدل لذلك بما حسن لطرقه وشواهده أن النبي قبض من العباس زكاة سنتين مقدمة. سنة الظهر القبلية يجوز تصلى الأربعة مع بعض أو اثنان اثنان، الأمر واسع. حديث: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، في سنده ضعف. كيف التوفيق بين قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وموت الرسول صلى الله عليه وسلم متأثرا بالسم؟ موت الرسول عليه الصلاة والسلام متأثرا بالسم. في ذلك عدة وجوه للعلماء، منها أن كون النبي أخذ السم كان قبل نزول الآية عليه، والله تعالى أعلم. من شب على شيء شاب عليه لا يثبت، وقد يشب الشخص على شيء وأحسن ويكون له حسن خاتمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل الأصل في تعاملات البنوك الحل؟ ما هي نوع التعامل هو الذي يضبطنا يا أبا الحسن؟ هذول الشباب لا تتوه، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما حكم نزول دم قليل جدا له صفة دم الحيض بعد انتهاء المعتاد من أيام الحيض واستمر يومين؟ إذا هو دم، إذا كان دما فانتظري حتى ينقطع، إذا لم يكن دما وكان صفرة وقدرة فالصفرة والقدرة لا اعتبار لها بعد أيام الحيض. هل يجوز أن تحكي لإحدى صديقاتها عن همها ومعاملة زوجها السيئة لها؟ هل يجوز أن تحكي لإحدى صديقتي إذا كانت تستنصحها لذلك؟
تستنصحها في ذلك لا بأس أن تستنصحها، أما إذا كان مجرد اغتياب فلا يجوز. برجاء توضيح التعارض بين حرمانية تهنئة النصارى بعدهم وتحليل الزواج منهم. هذا باب، تزوجها أباح الله لك ذلك، ما وراء ذلك افعل ما يفعل بدليل. كيف تهنئ بشيء يخالف معتقدك؟ إذا كانت تفعل عيد القيامة وتدعي أن المسيح صلب، كيف تهنئها بذلك؟ خلق الله الغني والفقير، كيف يكون الحساب وهم ليسوا سواء في الغنى والفقر؟ الله يعلم وأنت لا تعلم يا أبا مالك. النقاب في بلاد الغرب كالنقاب في بلاد الشرق، لكن الضرورات قد تقدر بقدرها ولها أحكامها الخاصة. ما حكم الصلاة وراء إمام ينكر السنة؟ ابتعد عن الصلاة خلفه إلا إذا اضطررت فصلي. حكم التعصب لفريق كرة قدم، هذا من الحماقة والجهل. المسلمون يقتلون وما زلت في الأهلي والزمالك هذا الكلام العبث. أفق واستفق. لماذا التأمين على السيارة حرام؟ لأنك تدفع مبلغا وقد لا تأخذ مقابلا، وقد تأخذ مقابل أضعاف الذي دفعت. ثم شيء آخر، أن هذه الأموال تثمر في البنوك الربوية. هل يجوز إجبار الزوجة على ارتداء النقاب؟ يجوز. ما صحة من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير؟ زيادتان ضعيفتان، اللهم أجرني من النار، والثانية قبل أن يثني رجليه، كلتهما ضعيفة. رجل راتبه ضعيف وعنده نقود مدخرة لزواج ابنته، هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال؟ يجوز إعطاؤه من زكاة المال. تعليقي على مجزرة نيوزيلندا اليوم أن هذا شأن أهل الإجرام، نسأل الله أن ينتقم منهم أينما يكونون وحيثما يكونون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وتكلمت كلمة عقب صلاة العصر في هذا الصدد بصورة موسعة، علينا أن نقنط أن ينتقم الله من هؤلاء الظالمين ومن يشيعهم، وأسأل الله أن يرحم إخواننا رحمة واسعة. حكم تعليق الأضواء بمناسبة رمضان، الأمر فيه سعة. حكم التأمين السيارة إذا كان هذا الشيء قانون البلد، إذا كنت مضطرا فلا إثم عليك. ما حكم نقل الميت من قبره إلى قبر آخر بعد مرور سنة من وفاته لتجديد المقبرة؟ لا بأس بذلك، قد نقل جابر والده بعد شهر من وفاته. ما حكم الدين في رجل صاحب مكتبة يشتري الدمغة بجنيه ويبيعها بخمسة جنيه حجة أنه يوفرها للناس وما ذنب أهله؟ والبيعان بالخيار. هل تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال؟ إذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليهم جازت الزكاة لهم. إذا صليت قيام الليل أربعا أربعا ماذا أقرأ في الركعة الثالثة والرابعة؟ بما تيسر لك. والدي توفي وقد بنى أساس على قطعة أرض ملك لوالدتي، هل يجوز تقسيم ثمن الأساس على الورثة؟ إذا كان كتبها باسم أمك فهي لأمك، إذا لم يكن كتبها فتقوم وتقسم على الورثة بما فيهم أمك. حكم العطور التي بها كحول جائزة مع الكراهة. زكاة العقار والأراضي لا تزكى إلا إذا كانت معدة للتجارة. ما حكم المرأة التي لا تسمع كلام زوجها؟ إذا كانت لا تسمع كلام زوجها ويأمرها بالمعروف تأثم، فعلى حسب كلام الزوج.
لو أحد اشترى عدد من الكراسي بهدف أن يضيفهم في مساجد الله، هل تأخذ كصدقة جارية؟ إن شاء الله. كلمة على من يشككون في البخاري، هؤلاء يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون رفضها فيتعللون بالطعن في البخاري. حكم بناء دورين في المقابر لا يجوز إلا عند الاضطرار. ما حكم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون عدد محدد؟ لا بأس بذلك. حكم الشرع في الخصام لطليقته، لطليقة أخذ الزوج لوقوع الضرر النفسي عليها. يعني المشكلة يعني أنت مالك، أنت أخذ زوج ولا من؟ يعني أنت أخو، يعني زوجة أخيك. وضح السؤال بعد شيء. هل يجوز إعطاء الزكاة لأسرة فقيرة مع العلم بأن رب الأسرة مدخن ولا يصلي؟ ممكن تشتري لهم عينيات لأولاده. ما حكم الزواج بالثانية بدون علم الأولى؟ هذا غش. الإسلام في شراء أجهزة طبية للمستشفيات، هل يحسب من الزكاة؟ لا يحسب من الزكاة. كيفية قضاء سنة صلاة سنة الجمعة؟ اقضيها على ما هي. حكم الالتزام بقراءة سورة الملك في سنة المغرب لم يرد. هل تلبس المنتقب القفازين؟ نعم تلبس المنتقب القفازين. ما حكم أكل الحمام من أراضي، ما حكم أكل الحمام من أراضي غير مملوكة لي؟ الشيء الخفيف لا بأس، لكن إذا كان سيدمر الأراضي والكمية كبيرة فلا ضرر ولا ضرار، تتخلص منه. حكم إخراج زكاة المال واجب. حكم البيع عن طريق مكنة الفيزا لا بأس. نصيحة حديث إن العين لا تدخل رجل القبر وتولج الجمل القدرة، حسنه بعض العلماء على إغماض يسير في إسناده. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أعمل بمكتب محاسبة، فما حكم رجعة صناديق الاستثمار العاملة في أذونات الخزانة؟ أنت مضطر يعني العمل، إذا كنت مختارا ابعد عن أي شبهة، لست مختار فأنت مجبر على مثل هذا. هل يجوز شراء سيارة بالقسط من معرض ولكن الأقساط تدفع عن البنك لضمان المعرض حقه؟ يجوز. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، حديث ضعيف. حكم تقصير وليس حلق اللحية في هذه الفترة يا شيخ داخل مصر، اثبت ثبتك الله. لكن على أي حال إذا خفت الضرر جاز لك أن تخففها شيئا ما. أثناء وضع هذه العطور هل هو محرم أم لا؟ قلنا بارك الله فيك إن العطور الكحولية ليست خمرا. أما سابق السؤال فلا أذكره. كيف أسد الدين علي لشخص تذكرته بعد فترة ولكن يصعب علي الوصول لصاحبي لأنه ترك بلدته وأنا غير متذكر القيمة بالضبط؟ ابحث عنه قدر الاستطاعة وقرب القيمة تقريبا. شرب السجائر لا ينقض الوضوء. حكم خروج الريح بدون رائحة ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. الخصام الشرعي لخصام زوجتي لطليقة أخي لوقوع الضرر النفسي على زوجتي. يعني أنت تأمر زوجتك إذن أن تخاصم زوجة أخيك المطلقة؟ ليس لك أن تفسد بين المسلمين إلا إذا كانت هناك أضرار أنا لا أستشعرها. بارك الله فيكم. هل يجوز التبرع ببعض مال كان مخصصا للفقراء؟ هل يجوز التبرع منه لمعلمين يعملون بالأجر الذاتي داخل المدرسة؟ لا يجوز. ف
فتحت حسابا في البنك ولا أعلم أنه بفوائد، ولاحظت أن المبلغ الأصلي زاد فيما بعد، ماذا أصنع بهذه الفوائد؟ تخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة صحيح. ما معنى شيخ روحاني؟ أنا لا أدري والله يا محمد بن سيد، هذا روحاني أنا يبدو أنه من المتعاملين مع الجن والدجاجيل هؤلاء. ما حكم وجود الصور على المحمول؟ ليست كخلفية ولكن موجودة داخل مجلد الصور. الصور على المحمول الأمر فيها أيسر من الصور الفوتوغرافية. تغطية جسد الميت كاملا داخل القبر لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إلا الحاج لا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اطلب العلم ولو في الصين، لا يصح هذا. هل يشترط أن نذكر الميت اسم الميت عند الدعاء؟ لا يشترط. زوجة يصدر منها بعض النشوز، هل يعاملها بالمودة والحسن أم ماذا؟ على حسب المقامات. أما كان الرفق في شيء إلا زانه. ما القول في أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ حديث حسنه بعض العلماء لشواهده. هل يشترط في الدعاء رفع اليدين؟ لا يشترط، يجوز أن ترفع اليدين أثناء الدعاء ويجوز أن لا ترفع. لميراث مع أبي من مع أمامه عبارة عن أصول عقارية، وتم تسلل العقارات منذ 4 سنوات وأخذت نصف حقي، والآن بعد الزيادة في الأسعار وارتفاع ثمن العقارات هل يجوز لي طلب إعادة السعر؟ إذا كان البيع قد تم وعرف حقك بالتفصيل اختلف عما إذا كان البيع لم يتم. إذا كان تم فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم صحيح. حكم عمل الحقن المجهري لا بأس به. هل التيمم واجب عليه زكاة؟ واجب عليه عفوا اليتيم إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. قالت عائشة رضي الله عنها ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. مالك طيباو يسأل عن صلاة الغائب للموتى في نيوزيلندا، تلك مسألة اختلف العلماء فيها. المذهب الشافعي على الجواز لأن النبي صلى على النجاشي لأن النبي صلى على النجاشي، وكذلك الصلاة عمل بر يثاب عليها المصلي كما يثاب عليها الميت، وكذلك فإن النبي لم ينهى عن ذلك. حلق اللحية والأخذ منها، حلق اللحية حرام والأخذ منها إذا كان أخذ ما زاد على القبضة فلا بأس، أقل من ذلك لم أره واردا. نصرت بالراوي حديث ثابت صحيح. آخر الصلاة بعد الوقت ولكن أصليها قبل موعد الصلاة التي تليها، وهذا الانشغال بأمور المنزل يجوز مع الكراهة. هل يجوز غطس اليد؟ طيب لي دين مع شخص صاحب شركة منذ 10 سنوات، الدين هو أجر عملي، هل أخذه بنفس قيمة القديمة أم لا؟ هو دين عليه لك تعطيك كما هو، إلا إذا كان هو مؤسر ومماطل وآذاك فهنا قد تأخذ عقوبة تعزيرية، أما إذا كان مؤسرا لا. صحة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من يراني في المنام فقد يراني في اليقظة، لا من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان يتمثل بي.
ولكن هنا ضوابط منها أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، ومنها أن يكون المخبر صادقا، ومنها ألا يأمره بصيام، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض، رأيت أسودا ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم، رأيت شخصا من ذوي الخلق البذيء فليس هو برسول الله. إن رأيت شخصا وقال لك أنا الرسول ثم قال لك لا تصلي، ليس هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيم في السويد وهنا الصيام 20 ساعة، هل يجوز الصيام على توقيت مكة؟ لا يجوز ذلك. هناك رجل يريد أن يشتري تاكسي لأنه لا يوجد عمل يستطيع أن ينفق على أولاده غير ذلك، كان يعمل بالموسيقى، هل له أن يأخذ قرض؟ لا يجوز له ذلك. ما حكم إخراج الهاتف وإغلاقه أثناء الصلاة؟ أحسن من التشويش. زوجة أنجبت 4 أطفال قيصرية وقالون استكفيت خوفا على صحتها، إن كانت صحتها ستضار فلا ضرر ولا ضرار، ماذا أقول عند السجود بنصف الصلاة؟ قل سبحان ربي الأعلى وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هل تجوز الصدقة على الميت بعد أن يمن أنهم متعثرين ومديونين؟ نعم تجوز. هل المنتحر كافر؟ ليس بكافر، المنتحر ليس بكافر، وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما حكم أكل الحيوانات التي اصطيدت بالبندقية أو السهم سواء للطيرة أو الحيان البري؟ إذا سميت الله في الصيد البري وأصاب فكل. أما الطيور إذا سميت الله وأصيب الطائر فقد يموت نتيجة الإصابة وقد يموت نتيجة التردي فيكون وقيدا فابتعد عنه إلا إذا علمت يقينا أنه مات بالسهم الذي رميته به. حكم أكل الذبيحة من جزار لا يصلي، الأكل جائز مع الكراهة، سمي الله أنت وكل. صحة أن رجل فقير جاء للنبي واشتكى فقرة فنصحه النبي أن يتزوج، وذلك مسوغا لو كنت فقيرا أن تزوج السنة. الحديث ضعيف ومخالف أيضا للآية الكريمة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حكم جمع التقديم أو التأخير للصلاة بدون عذر، إذا كنت مسافرا لا بأس. زوجتي نذرت صيام شهر، هل تصوم شهر متتابع أو متقطع؟ وهي تقول إنها لم تقل شهرا كاملا، على حسب اللفظ الذي تلفظت به والذي يحكمها. هل يؤجر من يتخلص من الفوائد بصرفها على الفقراء؟ إن كان ذلك تورعا منه إن شاء الله يثاب على هذا التورع. بنتان رضعتا كل واحدة من أم الأخرى، ما حكم الأخوات الأكبر والأصغر من ناحية الزواج؟ إذا كان الولد مع البنت اجتمع على ثدي واحد فيحرم أحدهم على الآخر، أو إن كان يعني إن كان رضع من نفس الثدي الذي رضعت منه التي يريد الزواج بها فلا تحل له، فإن أخت من رضاع آنذاك وفصل أفضل. وحفظك الله يا شيخ إبراهيم بن رفعت، وأعاننا الله وإياك على فعل ما يجب علينا فعله تجاه هذه المجزرة التي أقامها الكفار في دولة نيوزيلند. صحت أن السيدة فاطمة شكت للرسول تعبها في المنزل وأنها تحتاج إلى خادم فأوصاها بالتسبيح والتكبير، والتسبيح صحيح. كيفية قضاء الصلاة الفائتة على المتيسر؟ هل الأكل على جنابة يورث الفقر؟ لا يصح في ذلك خبر. حكم دفع الصدقة للإخوة الفقراء، إذا كانوا فقراء جاز دفع الزكاة لهم،
رفع اليدين عند القيام في جميع الركعات يعتبر زيادة في الصلاة؟ لا ترفع الأيدي إلا في ثلاث مواطن عند قوم وأربعة عند آخرين، تكبيرة الإحرام، تكبيرة اللهوية للركوع، وتكبيرة القيام من الركوع، وبعضهم زاد القيام من التشهد الأوسط، وبعضهم نفاه. ما حكم الأم التي تطلب من ابنها أن يطلق زوجته دون سبب ولا تد عليه ولا تسامحه دنيا ولا آخرة؟ لا يطيعها، فالله يقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، التي تطلب بتشتيت الأسر وتشتيت الأطفال لا تطلب معروفا. هل يجوز غسل القدمين بالماء في الوضوء بدون المسح عليهم باليد؟ نعم، إذا كنت ستغمرهما بالماء. وجد قطعة ذهب في البحر، هل يجوز التصرف فيها؟ يجوز. لا أعرف الشيخ أبو عرفة حفظه الله وحفظك. ما حكم مصافحة المرأة للرجل إذا اضطرت؟ تثبت بارك الله فيك. المضطر له أحكامه الخاصة. حكم بيع الذهب والشراء في نفس الوقت من ذات المحل، لأن في هذه الحالة تقل الضريبة. بيع ما معك واقبض الفلوس واشتري كيف شئت. هل يجوز جمع النية في الصيام في سبيل الله مع انقاص الوزن؟ يجوز. ما حكم ورشة بجوار المسجد تشوش على المصلين؟ إذا نصحناهم قال إمام المسجد الأمر ذوقي. كيف ذوقي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. الله يجمع شمل إخواننا في الجزائر، وأسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم. ما حكم غياب الزوج عن الزوجة سنة علشان مسافر لأكل العيش؟ لا بأس إذا دعته الضرورة لذلك، وليتحلل من زوجته بطيب الكلام. تصافحني امرأة تجاوزت السبعين أستحي وأسلم عليها قدر الاستطاعة، لا تسلم عليها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، قالت عائشة رضي الله عنها. هل يأثم الذي يعمل عملا ولا يتقنه؟ وهل على الذي يعمل مع هذا الشخص ذنب لأنه ينفذ ما يطلبه منه؟ إذا كان يغش فالغش حرام. امرأة صرفت على خطيبة ابنها لمدة 4 شهور، والبنت تركت خطيبها الآن لأنها انتظرته 3 سنوات ولم يستطيع الرجوع إلى بلده، ففسخت الخطوبة، فطلبت الأم أن ترجع كل المصروفات. ليس للأم ذلك، ابنها الظالم. الأساس الذي بناه والدي الميت على قطعة أرض لوالدتي، هل يقسم على الورثة بسعر اليوم بالثمن الذي دفعه وقتها؟ لا، بسعر اليوم. اسم الله الأعظم لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الحديث؟ والله مني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم، سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لا يصح. حكم المرأة التي تلبس قميص عند الركبة في البيت ولا في الشارع؟ في الشارع طبعا. حديث صنفان من أمتي من أهل النار لما رهما نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هل سجود السهو؟ قلت الحديث ضعيف، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت إلى آخره ضعيف. شخص يحجز، ما حكم صلة أبناء العم لعمهم طيلة 30 لعمومهم طيلة 30 عاما وهم لم يصلوهم، ثم توقف الأبناء عن صلاتهم والدهم ميت منذ 36 عاما والأبناء رضع؟ البادي بالصلح والأفضل.
خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل يجوز أكل اللحم من محل صاحبه نصراني إذا كان زكي؟ لا بأس. الأكل على جنابه يرسل الفقر لا يصح. القصر دائما في الصلاة إذا كنت مسافرا فلا بأس. إذا صليت مأموما والإمام يطيل في التشهد الأوسط وآتي به كاملا هل آتي به؟ لا بأس أن تأتي به فأنت مؤتم. حكم الخروج على حاكم ظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه برهان. وأزيد على هذا إذا كانت المصالح المرجوة أكبر من المفاسد. غصب عني أخذت قرض من البنك لسد دين، استغفر الله وعمل صالحا وجدك الله حلما يتامر. هل يجوز المرأة أن تتعطر علما بأنها لا تخالط النساء؟ إذا كان ذلك في البيت فلا بأس. إذا فعلت ذلك ومرت بالرجال ليشم ريحها فحرام. ما دليل تحريم أكل لحم الحمار؟ النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية إلى الأبد. نويت الصلاة وغسل الجمعة هل يجزي للصلاة؟ نعم يجزي إذا كنت نويت ذلك يجزي. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ارتداء القفاز أراه واجبا. كيفية إخراج زكاة المال؟ هي ربع العشر 25%. وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حكم صلاة الرجل القادر في المنزل. أراه يأثم على رأي الظاهرية لعدم مجيئه للصلاة في المسجد وإن كانت صلاته في البيت تجزئ. ما حكم أخذ الزوج من مال زوجته والاعتماد عليها في النفقة والإعطاء لأهله؟ هل إذا أمسكت عنه تأثم؟ لا تأثم، بل إن الله قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فإذا لم تطيب نفسها بذلك لا يجوز له أن يأخذ مالها. وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هل لو أعطاني أحد مالا وأنا لست من أهل الصدقة هل أسأله عن نيته هل صدقة أم هدية؟ لا تسأله، الله يفرج هموم إخواننا في بورما وفي العالم كله. هل يجوز الإفطار يوم القضاء بدون عذر؟ نعم يجوز. هل يجوز تأخير الصلاة دون سبب؟ تأخيرها حتى ينتهي وقتها. قال الرسول قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هؤلاء الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. ما الدليل على أن عدم إخبار الزوج بالزواج من أخرى يعد غشا؟ عهدناكم متبعين للوارد. أليس في الوارد أعلن النكاح؟ ليس في الوارد إعلان النكاح بارك الله فيك. فهو غش لا شك أنه غش، أن تخفي على المرأة والنبي عليه السلام يقول الاسم محاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولو كانت أختك ما رضيت بذلك وأجبتك بالدليل أعلن النكاح. أعلن النكاح بارك الله فيك. حكم إهمال الزوج لزوجته في قلة الكلام وتركها بالبيت أكثر الأوقات هذا ليس بالخير. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. أميرة هل إذا أفطرت يوم القضاء يكون علي صيامه والآخر كقضاء أم اليوم الأصلي فقط؟ لا، اليوم الذي أفطرتيه من قبل تقضيه، أما الذي أفطرتيه باطل. حكم رجل كان صائم صام تطوع وسب الدين، سب الدين كفر، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. حكم حديث المرأة مع زملائها في العمل، زملائها رجال ولا أم إناء أم نساء يا محمد بن ماهر؟ الجمعية تعطي قرض 20,000 جنيه ولكن تشترط أن تأخذ 1,000 جنيه تبرعا لصالح الفقراء، يعني نأخذ 19,000 ويعدهم 20، لا يجوز ذلك.
صليت صلاة استخارة العمل في الرقية الشرعية لوجه الله دون أجر ولا خلو المجتمع من الصحراء والمشعوذين بما تنصحني. كم عمرك يا كمال؟ أنصحك تبتعد عن النساء، اترك النساء، دع المحارم يعالجن النساء اللواتي هن لهم بمحرم، اللواتي هن محرم. هراتي مدرس الموسيقى، الموسيقى حرام. أبي لم يعد يقوى على صيام رمضان للمرض وكبر سنه، عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا استحبابا كفي على أنس. أما إذا أرادت الحكم اليقيني فلا أرى أن عليه شيئا. ما شروط العقيقة الصحيحة للولد وإن كان عليه دين يجب السداد؟ أولا عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الغلام شاء تعقنه يوم سابعه. أما قضاء الدين فهو أولى من العقيقة، لأن العقيقة ليست بواجبة. حكم صلة الرحم في من منع الميراث وطرد الأيتام من حقهم في الشارع. معك حق أن تقطع ألا تصله لأنه ظالم، فتكون من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. هل النقاب سنة مؤكدة؟ أختار الوجوب. المتطوع أمير نفسه لا يصح كسند، أما المعنى فله وجه. كيف أبر والدي بعد وفاتهما؟ الدعاء لهما والاستغفار، الصدقة الجارية، الحج، العمرة، قضاء الصيام الذي كان عليهما. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل المعاش الذي ندخره من دولة أوروبية حرام؟ ليس بحرام. عمي من الرضاعة هل والده محرم؟ والده يعني جدك من الرضاعة محرم. نسأل الله أن يرحم إخواننا في نيوزيلندا الذين لقوا قضاء ربهم، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة من عنده وأن ينتقم ممن فعل ذلك. يقنطوا في الصلوات على هؤلاء المجرمين الذين يقتلون أعداء الله، يقتلون أولياء الله وينشرون الكفر والفساد في الأرض. هل يجوز رسم الخطوط الملونة في المصحف بنية تسهيل الحفظ؟ من ناحية الجواز جائز، لكن خصص مصحفا لذلك. الأكل متكئا على جنبه جائز مع الكراهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أكل متكئا، لكن ليس هذا بحرام. الالتزام بقراءة سورة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر لا بأس، والنوى لا بأس أيضا. وقد ورد أن النبي قرأ آيتين، آية من البقرة وآية من العمران، والآيتان هما قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآيات. هل صوت المرأة المرتفع عورة؟ لا، ليس بعورة لكنه سوء خلق. جزاك الله خير يا تامر، ما فعلنا إلا جزء من الواجب علينا. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرحم إخواننا الذين توفاهم الله. حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء لا بأس بذلك. لا يمسه إلا المطهرون، هو في الكتاب المكنون. المطهرون هم الملائكة. قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. بنت ولد اجتمعوا على الرضاعة، ما حكم زواج الأخ والأكبر والأصغر؟ إذا كانوا البنت رضعت من أمهم تكون أختا لهم جميعا. الولد الذي رضع من أمها فلن يكون بين البنت والذين يريدون تزوجها الزواج بها شيء يحرم. هل التسبيح أولى من الاستغفار؟ سبح واستغفر.
امرأة أصيبت بجلطة دماغية أثرت على ذاكرتها فتتذكر أشياء وتنسى أشياء عليها الصلاة مكتوبة، إذا كانت تذكر الصلاة عليها لا تذكر الصلاة ليس بواجب عليها. صحة حديث من قتل دون مالي وأهلي ووطني فهو شهيد، يعني قوله أهله وطنه فهو شهيد لا يصح، حتى دون ماله أيضا فيها بعض النزاع. ما حكم أكل البقرة أو الناقة التي قتلت بالبندقية؟ سميت الله سبحانه وتعالى علي على أثناء الرمي، سميت الله فلا بأس أن تأكل إذا أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله، أما إذا لم تسمي الله فلا. هل يجوز لزوج أن يسكن زوجته في بيت عائلته يوجد إخوته في المنزل علما أنه قادر على الاختلاط؟ لا يجوز، ويأثم من دفع بزوجته إلى الاختلاط. زوجي يهتم بأهلي أكثر مني ولا يبادلني نفس الاهتمام. اصبري عليه، اصبري. هل يجوز ضرب قطة عند تدريب على التواليت في البيت؟ يعني أتأدبها حتى تعلمها أنها تقضي حاجتها في التواليت في البيت، ولا مش فاهم الكلام. الأخ أبو الحسن يقول لماذا لا تبتسم؟ ابتسم الليلة، وقد جاءنا من خبر إخواننا في نيوزيلند ما جاءنا، كيف تبتسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه مقتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام، ولكنه الحمد لله طمأننا، قال وما يسرهم أنهم عندنا، أو ما يسرون أنهم عندنا، يعني أنهم أصبحوا في جنان ولا يحبون الرجوع إلى الدنيا دار الكبد ودار المشقة والتعب. أذكار الصباح هل يجوز أن يقولها الشيء أن يقولهم ما شيء؟ كيف أذكار الصباح؟ مش لم أفهم السؤال. الله يوفقك في دينك ودنياك يا كمال، ادعو الله بدعوة رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ادعو الله، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حديث ألا أخبركم بنسائكم في الجنة إلى آخره، ضعيف الإسناد. هل زيارة القبور هل يحس بها الميت؟ أجبنا على هذا في مطلع المجلس. هل العمرة الأولى فرض أم سنة؟ العمرات كلها سنة فيما أختاره من أقوال العلماء. زكاة المال فرض إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. زنى تحت تهديد السلاح، يعني يتقتل يتزني. أنصحه أن يصبر وإن قتل فهو شهيد، عفوا أنصحه أن يصبر وإن قتل فهو إلى خير إن شاء الله، فهو إلى خير إن شاء الله، أما الشهيدة توقف عنها، وإن فعل فثم وجه للعلماء. جلسة الضحى بأجر حج والصلاة الركعتين بأجر حج عمرة تم لا يصح. كلنا في حزن بسبب ما أصاب إخواننا في نيوزيلندا، لكن عزاؤنا أننا والحمد لله مسلمون، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. ولقد قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما كفارة الذنوب؟ الأعمال الصالحة والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. صبرت عليه ما أفعل لأقرب زوجي إلي، مع العلم قل يا رب ابذلي ما عليك وقل يا رب، ويهمك في الدرجة الأولى أن يرضى عنك الله. إن بذلت مع الزوج ولم يرضى فلا تبالين، أنت تعبدين ربا لا تعبدين زوجا.
طيب ماشي إن شاء الله. ما حكم لبس الملون للمرأة المنتقبة؟ حكم لبس الملون للمرأة المنتقبة إذا لم يكن فاتنا جاز. ألاقي الحسد؟ ارقي نفسك، بيقول والله واحد مع المعوذتين، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، وإن استطعت أن تأخذ ماء العائن الذي توضأ به وتصبه على نفسك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغتسلوا. إن شاء الله نستعين بالله على التقديم. أما غدا السبت فمتأخر بعض الشيء لظروف السفر للفضائيات. ما حكم دفع الزكاة للابنة المتزوجة وهي بحاجة؟ لا بأس وهو أفضل. علاج السحري؟ اقرأ أيضا المعوذات، معقول والله أحد مع الدعاء المستمر. زوجها رجل طيب ومحترم ويخشى الله لكنه عصبي جدا، ففي الانفعال الشديد تخرج منه الكلمات التي تغضب الله. إذن ليس محترم جدا كما تقولين، الصابرين فيه أيضا لسعة كما يقول القائل. على كل، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حكم صلاة النساء في الجامعة جائزة، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وصلاتها في البيت أفضل إلا إذا كان في المسجد خير علم ونحو ذلك، فحينئذ الذهاب للعلم إضافة إلى الصلاة فيه فضل. وبارك الله فيك يا محمد وحفظك الله وإخوانك والمسلمين والمسلمات. ما حكم العمل في صالون حلاقة للرجال وهل المال حرام؟ أقول بالله تعالى التوفيق، حلق اللحى حرام وحليقها متعاون على الإثم والعدوان. بعض الأوقات أقرأ الفاتحة بدون خشوع فأعيد قراءتها، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، ولكن لا توسوس. ما حكم بيع الدجاج موزون حي؟ لا بأس، لكن انتبه للغش، لأنهم أحيانا يطعمون الدجاجة قبل البيع طعاما مملحا ويسقونها ماء فتنتفخ وتزن. عندي محل السايبر عاوز أعرف حكمه، غيره أفضل منه. وحفظك الله يا علي بن عمر، زوجها يترك بعض الصلوات وتأخر بعض ويؤخر بعضها، ماذا يفعل؟ قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا لا تجيب على السماعة؟ ما عرفت سؤالك، بارك الله فيك. الصلاة على عدد من الموتى في وقت واحد الأجر على الله، والذي يرزق من يشاء بغير حساب ويثيب من يشاء بالذي يشاء. هل يجوز أن أقول سبحان ربي الأعلى في الصلاة بحذف الباء بدل سبحان ربي الأعلى؟ بس السبوح قدوس، مش فاهم. سبحان ربي الأعلى، ربي الأعلى، لما الجدل هذا؟ أعوذ بالله. هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لحفيدي؟ السائلة امرأة أم رجل؟ وضحي. والأب أبو الولد الحفيد حي أو ميت؟ فقير أم لا؟ السؤال غامض بعض الشيء. ما حكم الذي يأكل مال اليتيم؟ قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. علمت مؤخرا أن الفتحة لا تصح بدون البسملة، وكنت أقرأها بدون بسملة. صلاتك صحيحة والخلاف لم يزل قائمة. حكم الإزار، يعني إيه حكم الإزار؟ هل هذا سؤال؟ ما حكم هل الفتاة التي لم تبلغ الحلم ولكنها تخوض في أعراض الناس هل تحاسب؟
تتربى على الشر منذ صغرها. هل أصلي على الذين قتلوا في نيوزيلند؟ على مذهب الإمام الشافعي هذا جائز. ليدين منكم أولي الأحلام والنهى، حديث ثابت صحيح. الله يبارك فيك. حفظ القرآن أولى أو تعلم العلم الشرعي؟ كلاهما. فالقرآن من العلم الشرعي وأساس العلم الشرعي. مطل الغني ظلم يحل عرضه عقوبة، الحديث ثابت صحيح. والعقوبة منها السجن، ولا أراه إن كان العلماء كلمتهم أكثرها على ذلك مقتصرا على السجن، فإذا كانت هناك عقوبات تعزيرية أخرى لا أرى منها مانعا إذا كان مماطلا. السائل امرأة، كان السؤال عن، كانت تسأل عن بيع الدخان والشيشة حرام، دخول الأطفال في المسجد والصف الأول، إذا كانوا لا يعبثون في المسجد فلا بأس بدخولهم المسجد، لا بأس بدخولهم المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. ما حكم الحلف يعني علي الطلاق ويقع فيه على ما هو معهود من أهل مصر أنهم لا يريدون بقول علي الطلاق إيقاع الطلاق، إنما ينزلونها منزلة اليمين، فنؤاخذهم بمقاصدهم وأنها تكفر كفارة يمين. والله أعلم. زكاة الفطر لحفيدها جائزة، زكاة السائلة امرأة، لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على حفيدها، فإذا كان فقيرا لا بأس. إذا كان فقيرا، هل يجوز دفع الزكاة في شراء جهاز كمبيوتر؟ جهاز، عفوا ذهب السؤال عذرا. الصلاة في البيت لبعد المسافة للمسجد وعدم سماع الأذان، وذلك نحن في بلاد الغرب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلاة 4 ركعات بتسليمة واحدة بعد العشاء يعدل مثلهن في ليلة القدر لا يصح. صحة حديث ثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه ضعيف الإسناد مع شهرته، لكن قد قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله يعافيك وينجيك يا رب. ماذا، ما سؤالك؟ يقول: أنا بمسلم، أسأل مسلم ولا لا تريد أن ترد على ما، ما سؤالك يعني اسمك بلغة لا أعلمها، ما سؤالك؟ هل يجوز أن تكري محل لمؤسسة بنكية؟ الظاهر أن مسألة التأجير للبنوك سيكون فيها بعض النظر في بعض الدول، لأن الآن يحولون كل الرواتب للبنوك، فلم يعد يقتصر البنك على المعاملات الربوية. أموال الناس في عدد من الدول كما فرض الغرب الكافر على بلاد المسلمين، ألا يتداول الناس عملات في بلادهم إلا مبلغا يسيرا، وكل شيء يكون من خلال البنوك. هذه تحتاج إلى بعض النظر إن شاء الله. السيبر ليس من أعمال الصالحين، يعمل عملا بعيدا عن الشبهات وبعيدا عن اللعب وضياع أوقات المسلمين. المعدة بيت الداء لا يصح. هل لا يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ أختار الجواز، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر للمسافر بهذا القدر. أجتزئ. وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا مسلمين، أشكر الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا مسلمين، وهنيئا لإخواننا الذين قتلوا اليوم على يد شخص مجرم أثيم، هنيئا لهم بحسن الختام. فنحن مسلمون ونوقن باليوم الآخر،
لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فالحمد لله على حسن الختام، وأقول لأهليهم وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أذكر بقول الله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه. أذكر بقول الله تعالى وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. أذكر بقول الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إننا والحمد لله كمسلمين نوقن بقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أذكر بقول الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وأسأل الله أن ينتقم من هذا المجرم الأثيم الذي قتل أقواما ينتظرون الصلاة، قتل أقواما في بيت من بيوت الله، منهم الراكع والساجد ومنهم المنتظر لاستماع خطبة الجمعة وإقامة شعيرة الله. أسأل الله أن ينتقم منه وأن يشتت شمله وشمل كل من آزره وكل من أقره وكل من عاونه على هذا الإجرام. والحمد لله لقد مرت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمور مشابهة ولم ينطفئ هذا النور، نور الدين، نور الإسلام. أقول كما ذكرت آنفا أن قوما من أهل الشرك من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله وبني الأحيان فأظهروا الإسلام وطلبوا من الرسول الأمين فريقا من أصحابه يعلمونهم القرآن. قالوا إن بلادنا واسعة وكبيرة فأرسل معنا من يعلمنا القرآن. فأرسل النبي معهم 70 من أصحابه الفضلاء كانوا يحتطبون بالليل ويقومون يحتطبون بالنهار ويقومون ليلا للصلاة. فلما خرجوا من بلدة رسول الله من المدينة وكان منهم حرام بن ملحان، ولما ذهبوا إلى أهل الشرك من هذه القبائل الغادرة الفاجرة لما تمكنوا منهم قتلوهم. فما حزن النبي حزنا أشد من حزني على هؤلاء الفضلاء قراء القرآن، وقام يصلي ويقنط على من قتلهم 40 يوما في صلاة الفجر، اللهم عليك بالرعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، اللهم عليك ببني الأحيان. دعا النبي عليهم 40 يوما وقيل شهرا كاملا يقنط عليهم في صلاة الفجر، ولكن عزاؤنا أن الله أنزل فيهم قرآنا كان يتلى ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه. ألا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فيا هنيئا لهم من قتلوا وهم على خير وهم على طاعة الله وهم على مرضاة الله سبحانه وتعالى. هنيئا لهم ثم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. لقد ذكر أقوام في كتاب ربنا خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأضرموا فيها النيران وقذفوا أهل الإيمان فيها لا لذنب اقترف ولا لجرم ارتكب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فربنا ليس بغافل أبدا عما يعمل الظالمون. لقد قال تعالى في كتابه الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم
وأفئدتهم هواء. الآيات. أيها الإخوة، لا تحزنوا، فللحزن أوقاته، ولنا رب كريم فاعبدوه واسألوه أن ينتقم من أهل الظلم. فربنا قوي، ربنا كبير، ربنا علي، ربنا عظيم. فلا تظنوا بالله ظنونا، ولا تظنوا أن الله يخذل أولياءه، فذاك من ظن الجاهلية بالله عز وجل، من ظن أهل الجاهلية بالله أنهم يظنون أن الله يخذل الأولياء. كلا، بل الله سبحانه وتعالى قال لأقوام: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فالأمل في الله لا ينقطع، الأمل في الله لا ينقطع. ولو أريد لهذا الإسلام أن يندثر لاندثر يوم وقف المشركون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء إرادته الهجرة، وقفوا بسيوفهم لقتل الرسول الأمين محمد. وعلي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وخيب الله مساعي أهل الكفر. لو أراد الله لهذا الدين أن يندثر لاندثر يوم وقف المشركون على باب الغار، وأبو بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال يوم بدر أو يوم أحد أو يوم الخندق أو يوم حنين، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. إن الأيام دول بين الناس، الأيام دول بين الناس. ولا يخفى عليكم أن الله يمحص الذين أمنوا ويمحق الكافرين. فصبرا صبرا أهل الإسلام. قد مر الرسول على عمار بن ياسر ووالديه يعذبان، حتى آل الأمر إلى مقتل ياسر ومقتل سمية بسهم رماه فيها وفي عضوها أبو جهل اللئيم. فقال عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فالله الله في إيمانكم، لا تظنوا يا أهل الإسلام بالله الظنون. نحن نعبد ربا كبيرا، وفي كل أذان نقول الله أكبر، الله أكبر من كل كبير. نحن في كل أذان نقول لا إله إلا الله، نسأل الله الوفاة على ذلك. فلا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا. وفي الختام أشكر الله على عظيم نعمه، والتي منها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة أن عرفنا ربنا به وأن علمنا ربنا ديننا. نسأل الله أن يزيدنا علما وإيمانا وتقا، اللهم أمين. شكرا لك يا ربي، حامدين لك على ما ابتليتنا به وعلى ما أصبتنا به في إخواننا. وذكر أهل الإسلام بأخوتهم، فالمسلم النيوزيلندي أخ للمسلم المصري، أخ للمسلم في الكويت وفي المغرب وفي كل بقاع الأرض، شئنا ذلك أم أبيناه. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. هذا ديننا، ربنا واحد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمنا برسل الله جميعهم عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله، قائلين: غفرانك ربنا وإليك المصير. أذكر نفسي وإخواني بدعوات الصالحين الذين بلغوا 40. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، في الختام اجتهدوا لنصرة دينكم، هذا الدين القيم الذي لن يقبل من أحد دين سواه. واحذروا على أنفسكم من أن تخرجوا عن دائرة هذا الدين، احذروا على أنفسكم، فلا يغرنكم بالله الغرور، ولا يخدعنكم الشيطان، ولا ييأسنكم من رحمة الله سبحانه وتعالى. دينكم دين طيب، دين قيم، هو دين الله الذي اختاره واصطفاه لعباده الأبرار المقربين الصالحين وللأنبياء والمرسلين.
وللخلق أجمعين من شاء يدخل فيه فلن يفلح من اختار دينا غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلاة وسلاما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات من أهل الإسلام، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.